يلا يلا عشان ناكل مع بعض، مش هياكل من غيرك. يلا نناح، هتاكل مع مين؟ مش معقول لحقت نمت ياسين. ياسين ياسين، مش لاقيها يا خالد، الحقني يا ابني. مش لاقيها يعني ايه؟ فهميني. انا السبب، انا السبب. انت السبب في ايه يا ماما؟ ياسين راح فين؟ كنت بحضر العشاء في المطبخ، وانا دهت عليه عشان يجي يتعشى معايا، ما ردش عليا. دخلت له الاوضه، كنت متاكد انه جوه، ما لقيتهوش يا خالد. ياسين مش موجود. دورت عليه في الشقه كلها، ودخلت اوضتي ولقيت شنطتي مفتوحه والفلوس اللي فيها مش موجوده. ياسين مش موجود يا خالد. طب اقفلي خلاص، انا هحضر. الحقني يا ابني ارجوك، شوف ابنك يا ياسين. اه يا نيا.